دعاء النبي يوسف عليه السلام. لما ألقي النبي يوسف في الجب نزل عليه جبرائيل عليه السلام فقال: يا غلام، من طرحك في هذا الجب؟ قال: إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني. قال: أتحب أن تخرج من هذا الجب؟ قال: ذلك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال جبرائيل عليه السلام: فإن الله يقول لك: قل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، برحمتك يا أرحم الراحمين.